الو خاصنا نعرف واحد القضيه، لانه الجامعه الملكيه المغربيه ديال الكاراتي فعلى غرار باقي الدول اللي كتنظم هذا كتمتاز بواحد الحاجه شنو هي، وهي ما كتقتصر فقط على اللعب داخل القاعه، فانها كتنشا واحد القريه سياحيه في المحيط ديال القاعه اللي كيكون فيها اللعب. القريه السياحيه شنو الهدف ديالها؟ كتعرف هاد الضيوف ديال اللي كيجيو للجامعه الملكيه قبل ما كيكونوا ضيوف ديال الجامعه الملكيه المغربيه للكاراتي، فهما ضيوف ديال المملكه. إذا كيجيو كيبغوا يعرفوا الارتيزانة ديال المغرب، كيبغوا يعرفوا التقاليد والعادات، إذا الجامعة كدير هذه القرية السياحية وكتنشف فيها واحد خيمات اللي كتكون مثلا على سبيل المثال هنا خيمة ديال الشاي الصحراوي، كتكون خيمة ديال الحناء، خيمة ديال العرض، أش يقول لي لي برودوي كوزموتيك اللي كيكونوا طبيعيين، بزاف ديال الأنشطة الترفيهية. يعني هذه الخيمة هذا الفيلاج هذا اللي كسب حتى هو واحد النكهة واللي عطى واحد لو بوا للجامعة ديالنا داخل الاتحاد الدولي. ما غنكرش عليكم الا قلت لكم بان الجامعه ديالنا تعتبر دابا الاولى والرائده في ناحيه التنظيم.